قبل ما نبلش بيقولها فقراتنا ما فينا ما نتطرق للموضوع لموضوع الغيرة كله والآراء يلي سمعناها من مختلفة. وشفت الشباب الشباب والصبايا، هن تقريبا كلهم بعمر واحد. تقريبا. انت بتغاري؟ هلا انا بحس ما في بني ادم ما بيغار، بس هي الغيره المعقوله، يعني الغيره اللي بتزيد عن حدها بتسبب مشاكل معك ومع الطرف الاخر. بس وفي غيرة بالشغل، وفي غيرة بالحياة الزوجية، وفي في غيرة من غيره، الأبناء صح، أيضا. إلى غيره أنواع بالبيت كثيرة. وبالعيله. بس عم بقول لك الغيره المعقوله، لانه حتى بالشغل مثلا بتلاقي في غيره مرضيه، العالم بتغار احيانا ممكن من نجاحك لانه بيسلط الضوء على ضعفها. بالبيت كمان اهميه الشخص مقابلك، اذا انت بتحبي شخص بتلاقي الاولاد بيغاروا من بعضهم، لهيك لازم يكون واحد ذكي بالتعامل مع الغيرة. وضمن حدود، ودائما إذا في ثقة بالطرف الثاني أو في محبة أكيد صادقة، أكيد الغيرة بتكون تكون حلوة. ضمن حدود وحلوة. أكيد تماما. لكن خلينا نبلش بأولى فقراتنا لليوم، وهي بسوق العمل، حيث طرق على سوق العمل الحالي لكثير من التغييرات، سواء على صعيد التكنولوجيا أو طبيعة الوظائف الشاغرة أو حتى طبيعة المتقدمين على العمل. تزداد مستوى التنافسية بين الأفراد، فلكل منا دائرة معارف بتكون صغيرة وبتكبر يوم بعد يوم ومع الزمن. في ظل هذا المشهد بيبرز المصطلح تسويق الذات. شو هو هذا المصطلح، وشو هو طرق هذا المصطلح، وكيف فينا نتعامل معه؟ رح نحكي أكثر مع الأستاذ رضوان نصار، مدرب معتمد من اتحاد المدربين العرب. صباح الخير. صباح النور. سعد صباحك. صباح الخير واهلا وسهلا فيك على شاشه الاخباريه. يمكن موضوع كثير مهم، كثير من الناس اللي عم تسمعنا، فيه كثير من الكلمات بتسمع او من الجمل بيقول لك الشخص انه انت ما بتعرف تسوق لحالك، انت شخص مهم شغلك كثير مهم بس عندك مشكله بتسويق ذاتك. تمام. وما بتعرف تسوق ذاتك. خلينا نعرف للمشاهدين اكثر شو هو تسويق الذات. اوكي، هلا اليوم خلينا نرجع نشوف القصه. دائما في سؤال بتبادر لذهننا، انه ليه في اشخاص بعد تخرجهم من الجامعه بفتره بسيطه قدروا يفوتوا على سوق العمل يحصلوا على عمل مهم، وبعد فتره كمان بسيطه قدروا كمان يتميزوا ويتفوقوا، بينما في اشخاص اخرين تخرجوا من نفس الجامعه وجوز بعلامات اعلى مع هيك ما قدروا يحصلوا على نفس الفرصه العمل. هون طبعا بنحط اللوم على موضوع الحظ. في عالم ما انا كثير جيده بس تعرف تسوق لذاتها 100%. يعني في عالم بتلاقي شغلها ما انه كثير مهم وما كثير، في ناس لا اشطر منها بس بس لا شاطرين بالتسويق، بس بتعرف تحكي عن حالها كثير صح. 100% تماما. فاليوم خلينا نعرف بشكل مبسط موضوع التسويق الذات. هو تسليط الضوء على المهارات والكفاءات الموجوده عند الشخص، طبعا تطويرها وصقل هالمهارات بما يتناسب مع متطلبات هذا السوق. هذا اللي بيميز الشخص اللي قدران يقدر يعمل تسويق لذاته او لا ما له قدران يعمل تسويق لذاته. هون بيكون له فرصه اكبر بسوق العمل. نعم استاذه، خلينا نحكي، يمكن دائما وقت نفوت على سوق العمل من كثير من الاشخاص بنحب انه او هن بحبوا انه حدا يحكي عنهم، حدا هو يسوق لهم او يعطي شهاده فيهم، يمكن بيتصدق اكثر من قبل الاتش ار او هيك. هي الثقه المطلقه يلي بتنعطى لشخص، ان كان اب ان كان اخ صديق بمكان التقديم على العمل، هل هذا الشيء صحيح؟ طبعا اكيد هذا الشيء صحيح. بعلم التسويق دائما في عندنا شيء اسمه اعلان وفي شيء اسمه دعايه، فالدعايه بصراحه هي اصدق جدا من الاعلان. فاليوم لما بيجي حدا بيمدح بشخص او بيعطي ريكومنديشنز انه هذا الشخص هو شخص جيد عنده الكفاءه المناسبه، اكيد اليوم بتاخذ بعين الاعتبار بشكل اكثر. ما انا احكي عن ذاتي، اكيد اليوم لما انا بحكي عن ذاتي حاحكي بشكل كثير جيد، لانه انا اليوم بدي امدح حالي وسلط الضوء على مهاراتي. بس لما بيجي اشخاص اكيد بيكون لهم المصداقيه اكثر بكثير. بس يمكن كمان ما كل الاشخاص بتعرف تسوي ذاتها صح، لانه في كثير من الناس بتقول لك انت ما بتعرف قيمه حالك او قيمه شغلك. واليوم بظل التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي بتتفاجئ مثلا الشخص بيعرف يسوق لحاله، بتلاقي مثلا عنده عدد متابعين بيتخطى ال 500 ألف. هون قديش بيلعب الذكاء بتسويق الذات؟ يعني احيانا بيكون الشخص قادر يسوق لذاته اكثر من اي شركه مهمه او اكثر من اي مكتب ممكن يسوق لك لعملك. صحيح كلامك. اليوم في مهارات مطلوبه لاي شخص حابب يعمل تسويق لذاته. بالفقره الاولى خلينا نقول هي كثير شغله مهمه انه يكون عندي ايمان بذاتي بشكل كثير عالي وبقدراتي، ودائما اعمل صقل لهالمهارات. بالمرحله الثانيه كمان هي مهمه انه اليوم اعرف كيف طلع نقاط القوه تبعيتي وامتى استعملها بالمكان والوقت المناسبين. يعني في اشخاص انا مفروض اقدم قدامهم منهم ارجيهم مهاراتي، مو كل الاشخاص بيقدروا هالقدرات او المهارات الموجوده عندي.
بس كمان في عندي كمان في احيانا مغالاه بقصه اليوم انا اعرض الكفاءات اللي موجوده عندي، فكمان هي تعتبر شغله كثير سيئه اذا انا اليوم عملت مغالاه بالقدرات تبعي. حضرتك بتعرفي لما اي حدا بيدخل على سوق العمل بيدخل باي شركه ففي فتره تجربه 3 أشهر حقيقه هي مهمتها، احد اهم اهدافها هي انه يتاكد يا ترى هذا الشخص فعلا هي المهارات اللي حكى عليها ولا هو في مغالاه. هون بتبرز دور المصداقيه بالتبليغ عن المهارات او القدرات تبع الشخص نفسه. نعم، حكينا بالمقدمه انه يوم بعد يوم وبعد فتره من الزمن بتزيد علاقاتك الاجتماعيه. صحيح. بتزيد خبرتك بالتعامل مع الناس. هون الانطباع انك انت حدا اجتماعي، انك صحيح. انت حدا متحدث، انك انت حدا محبوب ومحب للاخر وبعيد عن الغيره يلي الموضوع يلي طرقنا له من شوي. قد ايه مهمه هي الحاله انها هي ايضا تنطرح باي مجال عمل جديد؟ هلا طبعا اليوم اذا بنحكي كلمه تسويق مشتركه بين تسويق المنتجات والسلع او تسويق الاشخاص لنفسهم. فاليوم العلاقات العامه تعتبر من اهم الاماكن اللي لازم نحن نهتم فيها لما نكون عم نشتغل بسوق العمل. فالعلاقات العامه لازم الاشخاص يركزوا عليها لانه هي حتفيدهم انه يدخلوا بشكل كثير قوي. يعني حاطي مثال، اذا انا شخص اليوم عم بدرس محاسبه او فايت بمجال المحاسبه لازم يكون العلاقات اللي موجوده حوالي من نفس النمط. يعني اليوم بدي يكون انا اصدقائي مدراء ماليين، استشاريين ماليين، محاسبين قانونيين، هذا الوسط اللي دائما انا موجود من عم بستفيد من خبرتهم من تجاربهم من حلهم لمشاكل، ودائما عم بظهر انا ارائي وافكاري قدامهم. هذا حيعطي انطباع انه هذا الشخص متميز، عنده اطلاع، عنده القدره انه يكون بمكان ما في بيئه مثلا مجال الاداره الماليه مثلا. بس فعلا قديش الشخص ممكن يقدر يسوق لذاته بطريقه كثير صحيحه؟ قديش لازم يكون واثق من نفسه وواثق من شغله؟ لما تعرف قيمه حالك او قيمه شغلك بتكون قادر تسوق لحالك بطريقه كثير صح، لانه مثل ما قال لك انه عم تتابع التقرير كمان البيئه المحيطه بتلعب دور، والغيره خصوصا في مجال العمل، لانه احيانا في كثير من الناس بتشوف نجاحك وشغلك هو ضعف لإلها. تمام. هلا حتى في ناس بيشوفوا انه انا لما بشتغل اني سوي لذاتي نتيجه انه انا بدي اغطي عيوب موجوده عندي. هي حقيقه هذا كلام غير صحيح. اليوم التسويق للذات هو عباره عن ابراز نقاط القوه وتسليط الضوء انه وين انا موجود قوي. اليوم الغيره ببيئه العمل موجوده بتعرفوا يعني بشكل كثير كبير. انا اليوم لازم اكون متميز. حضرتك موجوده باي بيئه عمل فانت في عندك اعمال معينه لازم تقومي فيها. اوكي انا اذا عم بقوم فيها بشكل مناسب فانا عم بقوم بعملي وعم باخذ الراتب اللي بيستحقه. بس انا لكون متميز لازم اقوم بالعمل بشكل متميز. هذا الشيء بيأديني خليني قادر اخذ مكافآت سواء ماليه او سواء بطرقي وظيفيه. هون متميز باداء عملي بشكل يختلف عن غيري من الاشخاص. نعم. كنا عم نحكي بمجال التكنولوجيا، السوشيال ميديا قادره توصلنا لاي مكان. صحيح. بالعالم، وكثير في ويب سايتات وفي ابلكيشن هي خصوصي بسوق العمل وخاصه. صحيح. للتسويق لحالك ودائما اضافه مهاراتك. اليوم ضمن ما وراء الشاشه قد ايه مهم لتسويق حالك الى العالم ككل؟ خليني ركز شوي على السوشيال ميديا اكثر كشبكات تواصل اجتماعي. كثير مهمه بس هي صراحه سيفز وحدين. صحيح. يعني اليوم الشخص اللي ما بيقدر يوصل معلومه عن طريق السوشيال ميديا بجوز تضره ما تفيده. فانا لازم اعرف شو عم بنشر، شو عم بنقل موضوع، شو عم بنشر افكار، لانه هي بتعبر عن ذاتي. فالسوشيال ميديا هي شغله كثير مهمه. اليوم خليني اسلط الضوء على احد المواقع اللي كثير مهمه بالسوشيال ميديا، هي لينكد ان. هي بزنس سوشيال ميديا. لازم على اي حدا حابب يفوت ببزنس لازم يكون عنده اكونت بلينكد ان، وهو هذا الموقع بيبرز نقاط قوه الشخص، الكواليفيكيشن، شو عنده اكسبيرينس وحياته. هو متابع من اهم الشركات العالميه كمان. صحيح. على معظم مدراء الموارد البشريه على فكره بفوتوا على لينكد ان ويب سايت وبيقدروا بيعملوا سيرش على المواهب او المهارات اللي هن طالبينها لا يوصفوا بشواغل موجوده عندهم. فلازم نحن نهتم اكيد بالسوشيال ميديا، بس لازم اكيد ننتبه على اي شيء عم ننشره ما يكون ضدنا يكون معنا. طيب اذا في شخص هلا عم يتابعنا وبده يدخل سوق العمل جديد، ونحن عم نتفاجئ اليوم بالشباب صغار بعمر صغير قدرانين يسوقوا حالهم بشكل كثير صح وعم يشتغلوا من داخل بيوتهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. لاي حدا حابب فعلا هلا يبلش جديد، شو هي مراحل تسويق الذات اللي لازم يعتمد عليها؟ تمام، خليني اقسم لك المراحل لثلاث فترات اساسيه. الفتره الاولى هي فتره ما قبل التوظيف،
وفترة التوظيف وفترة ما بعد التوظيف. فترة ما قبل التوظيف عم تقريبا بثلاث مراحل. أول مرحلة مهمة كتير هي يعني أنا بتكتشف المهارات والمواهب الموجودة عندي بتميزني عن غيري من الأشخاص. أوكي؟ المرحلة الثانية خليني هلأ ننتقل لسوق العمل. شوف شو متطلبات سوق العمل باختصاصي أنا. أنا عم بتخصص قانوني فأنا بشوف شو عم يتطلب سوق العمل. مهارات لازم تكون موجودة عندي. المرحلة الثالثة بقى اكتساب المهارات هي وصقل بما يتناسب مع سوق العمل. هون بنكون خلصنا فترة اللي هي ما قبل التوظيف. أثناء التوظيف هي هون لما بصير انترفيو مع الاتش ار، هون لازم يكون عندي القدرة لإبرز نقاط القوة تبعي وأعرف سوق نقاط القوة تبعيتي صح، لأقدر أقنع الجهة اللي عم بتعمل معي المقابلة بإني أنا الشخص المناسب لهذا الشغل. أوكي؟ الفترة الثالثة والأخيرة هي ما بعد إن صرت أنا موظف موجود ضمن مؤسسة أو شركة خاصة، هون بدي يكون عندي القدرة لإبرز نقاط القوة تبعي وأرجع إن قديش أنا متميز بأداء العمل تبعي ودائما سلط الضوء على إنجازاتي المميزة. خليني أحط خط أحمر تحت متميزة، لأنه في عالم هون التميز بقى بيقول لك أنا أي عمل عم ساوي بدي أعمل له تسويق. لا، أنا بعمل تسويق فقط للأعمال اللي أنا عملتها بشكل متميز. نعم، خلينا نحكي بنقطة ردة الفعل. يعني دائما ضمن انترفيو الاتش ار ممكن يكون عنده ردة فعل ممكن يصده للطرف الثاني. هون كيف نحن فينا نتقبل بروح رياضية؟ كيف فينا مثلا ما نستسلم لهيدا العمل؟ لا، خلينا نروح نجرب. في كتير ناس هيك بتنحط وبصيروا انه خلاص انا فشلت انا فاشل. هدول التسويق لحالنا لذاتنا هو موضوع الفشل. كيف فينا نتخطاه وكيف فينا دائما يكون عنا مثل ما بيقولوا جوبنا على راس لساننا؟ تماما. هي دائما اليوم مقابلة العمل مع الاتش ار هي المقابلة المخيفة، وهن في دائما حاجة لسرعة بديها وضبط اعصاب. تماما. هو في عندهم تجارب بيحطوك تحت محن معينة ليكتشفوا مهاراتك. هلا حقيقة برجع بأكد على انه يكون في عندي انا ايمان عالي بقدراتي وبذاتي. لازم يكون انا واثق من حالي بشكل كتير كبير انه انا قادر فعلا سوق حالي. الشغله اللي كتير مهمه بس بدي احكيها انه اليوم بس حتى يمكن بداخل مقابلة العمل احيانا الاتش ار او مدير الشركة بيضغط بطريقة غير صحيحة على يختبر الموظف قديش قادر يتحمل او قديش قادر يمكن يتأقلم مع الظروف المحيطة. كمان في بعض المفاهيم غير صحيحة بتكون تجاه ان كان الموظف وان كان المدير. على حقيقة صح هذا الكلام. اليوم تطور مفهوم ادارة الموارد البشرية وصافة في طرق كتير متقدمة بطريقة الانترفيو اللي بصير. بس برجع بقول انا اليوم لما فوت على سوق العمل بكون في عندي انترفيو انا معقول نحط تحت اي موقف، فانا لازم فعلا اكون قادر جاوب بطريقه جيده واكون قادر اكون واثق عفوا من حالي بشكل افضل لاقدر اقدم حالي واقدم القدرات تبعي. نعم استاذ رضوان نصار، نحن كثير بدنا نتشكرك وان شاء الله هيك سوق عمل يكون مستقطب اكبر شريحه من الناس المثقفين وصاحبين القدرات العاليه، لانه دائما الشباب السوري يملك قدرات كثير مهمه يا ريت فينا نستغلها بسوق عملنا وليس خارج البلد. إن شاء الله. شكرا كثير لك. ان شاء الله دائما بالتميز. شكرا كثير. نشكرك اكيد على وجودك معنا. مثل ما قلتي ليا في كثير من المواهب والقدرات الشابه فعلا عم تفاجئنا يوم بعد يوم، مو فقط في سوريا لكن على مستوى الوطن العربي والعالم. دائما في سوريين لهم مكانه.